طيب 2 اوفر 2، 2 تايمز 3 بكام؟ ب 6، 6 بلس ال 1 اوفر 2، 6 بلس ال 1 ب 7، 7 اوفر 2. طب ما طلعت لي فراكشن اهي. يعني انا حولت الميكسد نمبر ده لايه؟ حولته لفراكشن. يلا طيب ما دام حوله لفراكشن therefore هو ايه؟ هو راشونال نمبر. حد فاهمها دي ولا اشرحها تاني؟ بس طب ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ لا ايوه اسألني سؤال. هو حضرتك بتكتبي على البورد؟ ايه ده، هي مش باينه عندكم؟ بس انا باينه هو يا مس. لا يا مس انا عندي باين. ايه يا انا مس، عايزه لو حركت البورد هتبان عندها. حركي كده البورد وهيبان عندك. مس انا ولد مش بنت. سوري انا اسفه، عشان انا بس مش شايفه. انا اه اسفه. بنت يا مس، شكرا. طيب كده شايفها؟ اه يا مس، بس لحظة كده، أنا اللاب بتظبط معايا، فأنا هفتح لكم اللاب، هقفل دي وأفتح كده من اللاب. طب يا شباب، كانت محاولة فاشلة، بعتذر عنها، هنكمل عادي. حد فاهم اللي أنا شرحته؟ ولا أدخل يعني أشرحها تاني، ولا أبدأ في حاجة جديدة؟ ها؟ طيب لو كلكم فهمتوها فأنا هبدأ في حاجة جديدة، واللي ما فهمش ويقول لي، اللي ما فهمش يقول لي وأنا هشرح تاني. حلو؟ طيب تعالوا كده، لو أنا عندي 0.7، 0.7، حد يقول لي هي دي راشونال نمبر ولا مش راشونال نمبر؟ ها، حد يقول لي يا شباب. ايوه يا مس، شباب ها، 0.7 ايوه يا دي مس، راشونال نمبر ايه؟ زيرو عند السيفن ان شاء الله. 0.7 راشونال نمبر ولا مش راشونال نمبر؟ راشونال. طب ليه راشونال؟ هقول لك. لان الراشونال دي انا واخده ان هي تنفع تتحول فراكشن. ازاي؟ تعالى نعمل اهو، ادي الفراكشن في النمبر، اي نمبر بيطلع فوق في النموريتور، عظيم. طب وتحت في الدينوميتور بكتب ايه؟ اول حاجه بكتب ال1، وفي كام نمبر بعد البوينت؟ بعد البوينت دي في كام نمبر؟ في نمبر واحد، على حسب عدد النمبرز بحط زيرو. حلو؟ حد فاهم؟ اه فهمني، عظيم، فهمت شاطرين. طيب يعني دي راشونال نمبر؟ راشونال نمبر. حلو. طيب ناخد حاجة كمان، 2.5، 2.5 راشونال نمبر ولا مش راشونال نمبر؟ راشنا 2.5 راشونال. يلا نعملها مع بعض زي ما عملنا اللي فوق. ها، اي ارقام قلنا هتطلع في النوميريتور فوق، يعني دي تطلع 25، اكتبهم بنفس ترتيبهم. كم نمبر بعد البوينت؟ يعني اكتب في النوميريتور تحت، اكتب 1. طيب كم نمبر بعد البوينت، بعد العلامة؟ رقم واحد، صح؟ دي رقم واحد، يبقى هكتب كم زيرو؟ زيرو واحد. يبقى اتحولت لي لفراكشن. بما ان اتحولت لي لفراكشن يبقى هو ايه؟ راشونال نمبر. تمام. تمام. طيب هديك بقى حاجة جديدة،
ده 15. 15 ايه؟ 15%. سوري، 15%. حد شاطر يقول لي ال 15% دي راشونال نمبر ولا الراشونال نمبر ولا مش راشونال نمبر؟ رمب الراشنال راشونال نمبر. ممكن. علشان يلا نحولها. يلا نحولها. ها احنا قلنا ال 15 دي بتطلع فوق، انا واخداها، انا باخد ال 15 دي، هقول لك باخد ال 15 دي واطلعها فوق نموريتور، وادي اهو، سوري، وادي اهو الفراكشن، ومش دي 1 هكتبها هي 1، ومش دول 2 زيرو حواليها هكتبهم قدامها. سهلة قوي تحويلة البرسنتج. باخد النمبر بكتبه نموريتور فوق ممكن حضرتك والنمبر. تشرحها لي تاني؟ نعم، ممكن حضرتك تشرحها لي تاني ازاي احولها؟ ينفع، ينفع اشرحها تاني. اسهل حاجة في الدنيا البرسنتج. تعالى مثلا ناخد 20%، 20% تحويلة البرسنتج سهلة جدا. باخد اي نمبر عندي بكتبه في النموريتور فوق، بكتبه في النموريتور فوق، يبقى ادي اهو 20. طيب النموريتور تحت اكتب ايه؟ انت مش هي دي 1؟ هبقى اكتبها هي 1، هي 1 بس مايله، هي اسمها برسنتج بس انا شايفاها شكل ال 1، فانا هكتبها 1 بدل ما هي مايله، هكتبها 1 معدوله. طب مش دول 2 0؟ اه هكتبهم قدامها. اه يبقى كده اي برسنتج عندي النمبر بكتبه في النموريتور فوق، والبرسنت دي بحولها ل 100 تحت. سهلة تحويلة البرسنتج؟ بس ممكن اشرحها حضرتك تاني؟ تديني اكزامبل عليها؟ ممكن ايه؟ تديني اكزامبل عليها؟ اكزامبل عليها انت تحله؟ طب يا مس، هو برسنت ازاي نحولها لديسيمال؟ البرسنت، البرسنت هتحولها لفراكشن الاول بعدين هتحولها لديسيمال. ناخد الاول ان هي البرسنت تحولها لي الاول لفراكشن، وبعدين اديها لكم تحولها ديسيمال. هي مش عليك بس هديها لك يعني لو انت حابب تعرفها زياده. يعني إيه يا مثلا مس ال فيها 30%؟ غلطة يا مس، ب 25% ازاي يا مس equal 15 over 100؟ انت فين؟ ايه مين يا مس؟ بيقول ايه بقى؟ بتقولي ايه بقى؟ انا يا مس احمد قصدي على دي. انا مش شايفاكي بتعلق، انت معلمة على 2، ال 15% ولا 20%؟ ما هو يا مس 25% ازاي equal 15 over 100؟ مش المفروض تكون 25 over 100؟ هي 15% مش 25. دي 15؟ اه 15. مس طب اللي فوقيها 2.5، ايوه دي برضه متعيشة حالتها. ماشي. تعالى كده اشرح من الاول. ادي كنا قايلين ان هي كام؟ 2.5، 2.5. انا تحت يا شباب، احنا قلنا علشان اي نمبر ديسيمال ده علشان احوله لفراكشن، ادي هو هعمل الفراكشن، اي نمبر بكتبه فوق في النوميريتور، يعني 2 هي اكتبها فوق وال5 اكتبها فوق، يبقى بقيت لي 25. انا بشيل اي علامات موجوده بشيلها، تمام؟ طيب وفي الدينوميريتور تحت هكتب كام؟ ادي عندي اهو اول حاجه انا بكتب ال1، ال1 دي ثابته بكتبها على طول،
طيب بتحكم هي تنة، يعني هكتب 0 1 ولا هكتب 2 0 ولا هكتب 3 0 ولا هكتب كام زيرو 0 واحد، على اساس هنكتب نعم؟ زيرو واحد عشان السبب البوينت بعد one number. ايوه شاطرة. هكتب 0 1 علشان في كام بوينت بعد كام رقم بعد البوينت؟ رقم واحد، بس نمبر واحد بس بعد هعمل البوينت. زيرو اتنين، نعم لو بعد رقمين نعمل زيرو اتنين. هكتب زيروهين، هات يعني كده لو كده بعد رقمين هكتب هنا الفايف دي وهكتب هنا زيرو، لو بعد رقمين هكتب تو زيرو. الرقم نفسه بيتكتب فين؟ الرقم نفسه بيتكتب في النوميريتور. طيب الزيرو عدد الأرقام دي بيتحول للأصفار وبيتحول للدينوميريتور. حلو؟ تمام. ماشي. إيه كان حد بيسأل على البرسنتج عايز ياخد اكزامبل، وكان حد بيسأل على حاجة تانية، انا اللي قلت بيسأل عايز على حاجة تانية اكزامبل على البرزنتيشن. أيوة اكزامبل على البرسنتج. تعالى كده خد لي 30%، يلا حولها وانا اللي اساعدك، يعني انت التيتشر بقى، انت اشرحها لي ولو ما عرفتش انا هساعدك. ها هنعمل equal ايوه انا البيرسون الفراكشن تعتبر ايه؟ 100. قلت لي انا سمعت 100 تحت صح كده، بس ما سمعتش فوق قلت ايه. بس انا قلت اللي هي 30% بيرسنت بتعتبر 100، بنعتبرها 100. ايوه البرسنت نعتبرها 100 شاطر، وبنكتبها دي نوميريتور تحت. يس، حط فوق 30. هنحط ممتاز. هو مش راضي بيتكتب ليه؟ ماشي بنحط فوق ده. تمام. كان حد بيسأل حاجة تانية؟ هولاند مستر هولاند. طيب تعالوا كده ناخد الديفينيشن بتاع الراشونال نمبر. احنا قلنا السمبل بتاع الراشونال نمبر كان مين يا شباب؟ كان كيو. طيب الديفينيشن بتاعه، ها يلا معايا، اكس تو اكس، الاكس بيلونج لمين يا شباب؟ بيلونج للانتجر صح كده؟ يس يس ايوه نعم. بس ما فيش حد ندى مفيش حد ايه؟ ندى ندى انا مش سامعك بتقول ايه؟ بس ما فيش حد مفيش حد موجود؟ ناس. بتقول مفيش حد موجود؟ لا يا مس، امال بتقول ايه؟ مفيش حد ندى على حضرتك يعني. اه مفيش حد نادى عليه. ماشي طيب بص، اكس تو اكس، الاكس دي المفروض الفورم بتاعها يبقى ايه؟ يبقى ايه اوفر بي علشان اقول عليها راشونال نمبر. طيب هي دي المفروض هما الاثنين الاي والبي يبقوا المفروض بيلونج لمين؟ الاي بيلونج لمين؟ بيلونج للانتجر البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. طيب والبي بيلونج لمين؟ البي بيلونج للانتجر. بس قبل ما اكمل، عشان عارفه انتوا هتقولوا لي ايه دلوقتي، استنوا انا لسه ما غلطتش، هقول بط البي نوت ايكوال زيرو. شايفين؟ اه يبقى انا كده قلت الديفينيشن بتاع الراشونال نمبر ان هي بتبقى في الفورم بتاع ايه اوفر بي، والاي ينفع تبقى كل الانتجر البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، والبي ينفع تبقى كل الانتجر البوزيتيف والنيجاتيف. لسه لا رايحه اقول الزيرو، رحت كتبت ان هي البي نوت ايكوال الزيرو. فانا اللي فاهماه الديفينيشن مش لازم انا احفظه، الديفينيشن انا بفهمه مش بحفظه. فانا قلت اكس تو اكس ايكوال ايه اوفر البي،
والاي بيلونج للانتجر البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، والبي بيلونج للانتجر برضو بس ما عدا مين؟ ما عدا الزيرو. يعني باخد كل الانتجر بس مش باخد الزيرو. حد فاهم حاجة؟ نعم. هو في حد قاعد بيشخبط على الكلام فأنا مش شايف. شباب اللي بيشخبط، ما يعني استأذنكم اشرحها تاني. يمس الكلام واضح، ما فيش عليه شخبط. الكلام ايه؟ اهو اهو اللي انا بشرح فيه واضح. واضح. تمام. طيب حد عايز اشرحها تاني؟ لا يا مس. طيب حد في حاجة مش فاهمها من أول الليسن وحاببني أشرحها تاني؟ لا يا مس. أوكي، أشوفكم الحصة الجاية على خير، واتبسطت جدا وأنا معاكم من أكاديمية جينيوس. شكرا لحضرتك. باي باي.